عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي داير مع الصحه؟ شنو كتعاودوا؟ كنتمنى الامور تكون لاباس، تكونوا هما هادو كي غاديين مع الحجر الصحي. الحمد لله حنا راه صافا ولينا كنخرجوا. راه نهار اثنين دوزوا الفاسيدوس، وما قولوا ما دزناش الفاسيدوس، حنا دايزين الفاسي 4. اسكي الحياه ولات عندنا بحال الاول، الحمد لله يا ربي. ان شاء الله كنتمنى عم الله ييسر ويحلوا لينا الديوانه ان شاء الله يا ربي، وليني تتكون الامور كلها لاباس. ما كرهناش صراحه بغينا نمشيو نحيو صله الرحيم ونمشيو نشوفوا والدينا وكلشي. انا كاسي 5 سنين ما مشيتش صراحه يا ربي، وحنا عند الله. المهم البنات، دابا انا بغيت نشارك معكم. هما انا كان عندي مشكله في الماعن، في القشوع، شي كيقولوا القشوع، شي اللي كيقول. المهم الماعن ديال الكوزينه، عندي الكيسان ما كيبقاوش، والطبصل ما كيبقاوش، والمعالق والفراش ما كيبقاوش. ما عرفتش واش نتوما كتعانيو من هذا المشكل ولا لا. ما علينا، انا عندي شي حاجه سميتها بوهراس في الدار، يعني تحط الكيسان شق 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 حتى كيتمشاو حتى كيتسرباو. الطباسل كذلك، الفراش والمعالق بحال ما عمرهم دازوا عندي، كيتلاحوا في الباسوره. ما عرفتش، ماشي ولادي اللي كيهرسوا صراحه، حتى انا كنهرس، راجلي كيهرس، المهم كاملين كنهرسوا. وصراحه في هذا الدار بزاف، ما عرفتش واش ماليا ولا ما فهمناش شنو اللي كاين. اكثريه في العتبه، في العتبه ديالي البنات في الدار هذه، من نهار دخلت انا كنعاني من هذا المشكل ديال التهراس. في الدار اللي كنت فيها الاولى نو، ولكن في هذيك عندي التهراس بزاف. اش كنت كنفكر البنات؟ كنفكر انني تنهبط المغرب ان شاء الله، حيت راكم عارفين هنا واخا هكا كاين شويه الغلا في الماعن. كنت كنفكر غادي نهبط المغرب وغادي نجيب طبيصلات، نجيب كيسان، نجيب بزاف ديال الحوايج. ما علينا. هاد لي مثلا البنات، كاين واحد السيد، لقيت واحد السيد كاين اختو جارتنا هنا في البويبلو. المهم كاين هو في الجوع ديال برشلونه كيبيع داكشي الموينات. صراحه البنات شي حاجه اللي غزاله بزاف بزاف، وغنشارك معكم شي حاجه والله العظيم البنات. انا كنت عند جارتي وقالت لي واش تي مريم واحد اللي حطيت في ليستادو واحد الكخه ديال الفراش طول المعالق وداكشي. انا ما كنشوفش هادشي، ما كندخلش ليستادوس معاك، ما كنساليش. قلت لها نو، فاش وراتني قلت لها تاني المرته نهضر معاه ونشوف شنو عنده، حيت انا بغيت بزاف ديال الحوايج يا هذيك دخل عندي. صراحه البنات عنده داكشي غزال، وتا الاثمنه مناسبه، نعجبوني والله البنات. ماشي زعما انا كندير له الاشهار مخلصه فيه ولا شي حاجه، والله القسم البنات الا عف سبيل الله سكل والله عمره دار وكيخدم على راسه. المهم وصيتو على شي حاجه جابهم ليا وعجبوني بزاف، وشي حوايج اخرين عاوتاني حتى المره اخرى. راكم عارفين على الفلوس ما نقدروش نحطو كلشي في مره. المهم قلت له جيب لي هادشي، بقات واحد الدريه، الدريه غزاله البنات ديال الطوب، صراحه شي حاجه فنه، فيها البلوتوث وكدير الالوان، وكبيره فيها 46 سنتيم، كبيره 46 سنتيم، كتخدم بالبلوتوث وباليو اس بي، وكدير الكولوريس، دايره ب 60 اورا البنات. واش 60 ولا 55؟ المهم يا 60 يا 55. المهم البنات انا غنخلي لكم الرقم ديالو هنا، واللي بغات تواصل معاه. كي قلت لكم هو غيعطيكم بريسيو، غيعطيكم كلشي، وكيدير لا ليفريزون لاي بلاصه. وهنا في وسط برشلونه كذلك تيدير لا ليفريزون، وهنا في اسبانيا كامله. الاثمنه البنات عنده جد مناسبه، انا عجبني هذاك الشيء ديالو. انا غنشارك معكم دابا، غنقلب الكاميرا ونشارك معكم هذا الشيء اللي جاب ليا. انتما الناس كتشوفوا، اولا خديت هذا، شتو كي دايره البنات غزال هنا ديال الزاج غزال، وكاين بالنقري وكاين الذهبي، وجايه فيه هادي، فيه ثلاثة طبيصلات، الحليوات، الفريتوس، الفروتوسوك سيكوس الفري هكا. ها انتما كي كتشوفوا، صراحة شي حاجة غزالة انتما. عندو البنات الصراحة كلشي الأثمنة جد مناسبة. هادي البنات بثلاثين أورو، هاهي، وكاينة ديال 25 كيكونو فيها جوج بلانطاس. المهم دخلوا عنده ويعطيكم هو التصاور ديال هاد السلعه. كاينه هادي وبلاتي نوريكم اش. وهادو عاوتاني البنات حتى هما ديال القهوه ب 10 اورو، عارفين هادوك العساسيرات ديال القهوه. عاوتاني خديت هاد الكوكو ديال البنات من عنده، هيا هادو عرفتي ثقيله البنات غزاله، شي الماتيريال ديالهم كيحمقوا هادي 6 يترو ب 38 اورو. انتما
الماتيريال ديالها فن ورخيصه صراحه، الثمن ديالها مناسب بالسيترو. والسيتو دابا على البرمه البنات، على شي برمه. هذه هكا، هذه براكتيك في خدمتها هانتوما. وعاوتاني هاد البلانت شهادي، هاد البلانشا ب 35 اورو البنات، حتى هي فنه. البلانت شي الحوت كاين كيطيب فيها حتى مسمن، مسمنات وهكا كتجي زوينه. ما هي وكاينين هادوك البنات، هاد المقرشات هادو ديال الماء حتى هما ب 10 اورو. صراحه هما غزالين. والحاجه عاوتاني عجبتني بزاف بزاف هي هذه البنات، نحلها قدامكم. هذا البنات كي كتشوفوا، واه بلاتي نحلها. ها هي البنات راه كتسورت، ها انتوما فيها جوج، فيها هادو، فيها مغرف كبير. ها المغرف اللي خاصني هذا على تزوبي الادو، هاد ديال الطرطه، المعالق في 11 البنات، 11 معلقه كبير كبار، 11 معلقه صغار، 11 فرشت كبار، 11 فرشت صغار. ها 12 هو كان قال لي 11، لا ما عرفت. المهم هي 12، هي 11 صراحه ما حسبتهمش. هي هنا شي حاجه كتكون هنا، ها هما. غنوريكم الماتيريال ديالهم البنات، ماشي تقولوا الماتيريال ديالهم غزاله. ها ثقيل، ها هاي هاي. شو كيسميو هاد الماتيريال؟ ماشي اينوكس، ما اينوكس، اينوكس ما عرفتيني. شي حاجه زوينه ها، انتو شفتو شتي قاسيت شو طب ثقيلة البنات، والله لا والله لا قستيها، ماشي بحال دوك الفراش نجد الوياو. هانت شوفوا الماسه تدور، ماشي ديال الثمن. صراحه البنات هادو هاد الماليطه دير لهم 60 اورو البنات، راه الثمن اقسم بالله تفابور بالنسبه لهاد الماليطه. راه هي اولا هاد الماليطه اللي تيراتني انا باش نهضر معاها على هاد الماليطه، هادي ثمن فابور. ها شتو ها ها قال لي هذاك ها انتما البنات، انا واخا كنبرك عليه ها والو. ديره ثقيل ثقيل، ضربي به على تنقشتي ماء راجلك يعطيه به تجيبي كما. يا والله حنا مولفين تشير، هذاك الشيء اللي عندنا راه كيهر. ها لكي اللي كيجيب الضربه صحيحه الله يلا البنات نضحك معاكم، الله يخلي لينا رجالاتنا. مره من راسه انتما البنات، صراحه والله الا هادشي دابا ني جبت انا. ها هو هذا لصاحبتي، هذا غراناتي ديالها، ودوك الجوج لصاحبتي حتى هي. واحد قالت لك لهنا ياك، واحد دارك في المغرب، الواحد الدار في المغرب. انا ديجا عندي كحل، كنت واخداه من عنده النيت بطريقه غير مباشره، ما كنتش عارفه واش هو، كان جبت ليا جات. ها انتم البنات، ودابا دابا علاش وصيتو على الثريا، وكان وخديت من عنده حقا كيسان د العصير ب 12 اورو البنات، كيحمقوا ولكن نساهم ما جابوهمش. فاش درت معاه دابا قال لي نسى جابهم في الفارغونيطات، جاب لشي وحده الصخره وشافتهم ولصقات فيهم وداتهم. قلت لي معليش حتى العشيه وغيجيبهم ليا ولا غدا. ب 12 اورو حسبهم ليا فيهم 12. ومازال وصيتو على برما ب 40 اورو ديال، قال لي ب 40 اورو برما فيها 8 طرو، ديك البرما اللي كنتي شتي، قال لي واعره، قال لي زوينه. عرفتي البنات واحد البرما كتحمق، قال لي ب 40 اورو. المهم عنده بزاف البنات المقالي بزاف بزاف. انا غادي نخلي لكم النمره ديالو هنا في صندوق الوصف، وغنخلي لكم الانستغرام ديالو بيرو الميخور، هضروا معاه في نمرته
كي قلت لكم الانبيو راه كيديروا هنا كاع في اسبانيا كامله، والاثمنه راهم نتوما شفتوهم، وكاينين تريات شكل اخر لويس بيتون غوتشي، ولكن حنا داكشي محسن لينا على التريات الاخرين. المهم كاين بزاف، كاين بزاف ديال الحوايج. تا انا صراحه خديت هادشي ودابا موصي على التريه غيجيبها ليا وغيجيب لي الكيسان النساء والبرمه. ومره اخرى ان شاء الله مره اخرى هادشي راه 225 اللي خلصت فيه هادشي، مره اخرى ان شاء الله غادي عاد يجيب لي شي حاجه اخرى ونعاود نخلصها وتنشرى اخرى ان شاء الله وتنحركو شويه السيوله. والله يسخر البنات انتوما اللي بغات شي حاجه الله يسهل عليها. صراحه والله الا عجبني الثمن ديالو داكشي باش قلتو عجبني، والمهم عجبتني حتى لا كاليتي داكشي باش قلت نشارك معكم. هكا انا عارفه الكليانات ديالي كيبغيو هادشي. ايوا والله يسخر لكم. بالنسبه بزاف ديال البنات دازو عندي عندو الصوان يا البنات كيحمقوا الزاج وداكشي الطوب دازو عندي قالوا لي واش ما بقاش انا نجيب لهم. هكا انا ما نقدرش البنات ما ندخلش راسي في هادشي نهائيا. بارك عليا الحويج وبارك عليا اوريفلام، ما نقدرش نزيد عاوتاني هادشي ديال الماعن، واخا صراحه حتى هما زوينين، ولكن الله يسر لكم معها البنات. يلا نخليكم. وحتى الولد صراحه اول مره راه جا عندي قبيله، الولد مازال صغير توا يلاه بادي حياته دريويش. الله يسر ليه، يعني ماشي العيالات يخافوا يقول لك ما نقدرش نتواصلوا مع راجل. لا والله البنات الا بحال تعصبروا بحال خوكم معقول ودرويش والله ما كيهز العين. يلا الله يسر لكم البنات، الله يعاونكم.